عاصمة صنعاء في وقت مبكر من صباح الأحد، وقصف بعدة صواريخ مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في شارع القيادة في التحرير المكتظ بالسكان، ما أدى إلى استشهاد 44 وجرح نحو 100 محصلة أولية. شنت مقاتلات العدوان السعودي في الساعه الاولى من صباح الاحد عددا من الغارات المكثفه على مقر القياده العامه للجيش الواقع في حي التحرير الذي يعد احد اكبر التجمعات السكنيه في العاصمه، ما ادى الى سقوط ضحايا بين شهيد وجريح في صفوف المواطنين. اخاف المواطنين، ازعجوا الساكنين، هناك العديد الكثير يعني من السكان ساكنين بجانب هذا المعسكر، يعني تم إزعاجهم وتم قصف بيوتهم، تضررت بيوتهم، مساكنهم، سياراتهم، أطفالهم، نسائهم. طيران العدوان السعودي لم يفرق بين مواقع عسكرية ومدنية، حيث وصلت شظايا الصواريخ التي أطلقتها مقاتلات العدوان على مقر القيادة العامة إلى الأحياء السكنية، ما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بمنازل المواطنين والمحلات التجارية وحالة من الفزع والنزوح في أوساط المواطنين. هذا الساعة 2 بعد منتصف الليل قام طيران العدوان السعودي الأمريكي القاسم ضرب القيادة، هم في منطقة سكنية مأهولة بالسكان، هذا ما بثروا أمامكم، هذا صار رجال من هذا الجهة ودخرج للحارة، بثروا ما أمامكم هذا، لا في ذمتهم الناس ولا العسكر ولا في المشبه، لكن نقول لهم الرد بيكون أقوى وأعنف إن شاء الله. يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يقصف فيها العدوان السعودي مقر القيادة، إلا أن هذه المرة كانت هي الأعنف التي استهدفت مقر القيادة والأحياء المحيطة به. هذه هي عملية إعادة الأمل، ويريد العدوان السعودي على بلادنا أن يعيد لنا الأمل باستهداف المدنيين والعسكريين وضرب البنية التحتية لبلادنا، ولكننا لهم بالمرصاد وسنواجه التحدي بالتحدي. لقناة اليمن اليوم، يحيى الحبابي، صنعاء. إذن لمعرفة